السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد حسن من جلوبال أوفرسيز جروب. بمناسبة إن معرض الكانتون في مدينة جوانزو قرب، فإن شاء الله أنا هشارككم بعض النصائح، فإن شاء الله تابعوني وإن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله هيكون نصائح حاول اختصر على قدر المستطاع فيها، بدايه من اول ما تقرر ان انت تسافر الصين لحد ان شاء الله ما ترجع لبلدك بالسلامه ان شاء الله. فهنبدا مع بعض باول حاجه قبل ما تسافر مباشره من بلدك، ايه الحاجات اللي انت لازم تعرفها والنصائح المهمه ليك. اول حاجه، لو انت مخطط للسفر للصين اسبوع او 10 ايام، ادي لنفسك 3 او 4 ايام اضافيه. ده هيفيدك كتير ان شاء الله في رحلتك هنا، لان انت هتلاقي وجودك في الصين بيتطلب ان انت تقعد فتره اطول. ناس كتير جدا بتيجي هنا وبعد كده تمد الرحله بتاعتها. لو انت مخطط تقعد اسبوع خليها 10 ايام على الاقل. الحاجه الثانيه، ان انت لازم تروح المطار بدري جدا، بيبقى عندك بعض الاجراءات لازم تخلصها، فعلى الاقل يكون قبل رحلتك بساعتين تكون موجود في المطار، بتخلص الوزن بتاعك وبتحصل على التذكره بتاعتك، وبعد كده بتخش تعمل التشيك ان اللي هو التفتيش والى اخره. فاجراءات المطار بتتطلب وجودك قبل الرحله بتاعتك على الاقل خالص بساعتين. قاعده عامه في السفر عموما، لو معاك حاجه فيها بطاريات لازم الحاجه دي تكون معاك في الشنطه اللي انت بتاخدها معاك وانت طالع الطياره فوق، مش اللي بتحطها في بطن الطياره تحت في الوزن. فدي معلومه مهمه جدا، اي حاجه فيها بطاريات حتى لو البطاريه صغيره او بطاريه حجاره قلم، اي حاجه فيها بطاريات خدها معاك في الشنطه اللي فوق علشان الشنطة بتاعتك ما تعطلش او يحصل فيها مشكله او تتاخر بسببها. الحاجه المهمه جدا، ان انت قبل ما تسافر من بلدك لازم تكون عارف الشروط اللي موجوده في المطار. الشروط اللي زي مثلا متعلقه بالفلوس، احنا مثلا عندنا في مصر الحد الاقصى للفلوس انت ممكن تاخدها وانت مسافر بره البلد 10000 دولار، فلازم تكون عارف حاجه زي كده، ما تاخدش فوق المبلغ دون علشان ما يحصلش معاك مشكله في المطار. من ضمن النصائح برضو، قبل ما تيجي الصين هنا لازم تعرف ان الصين قفلت او قافله كل البرامج بتاعت المحادثه زي الواتساب والفيسبوك والانستجرام وجوجل واليوتيوب، جوجل ماب حتى مش شغال، والحاجات دي كلها مش شغاله. فانت لو عايز تستخدم البرامج هنا في الصين تنزل برنامج في بي ان او تنزل برنامج اسمه ويتشات او ويشات. البرنامج ده معظم الصينيين هنا بيستخدموه، برضو تنزله وتسجل عليه برقمك. لو انت جاي من مصر تسجله برقمك المصري، او جاي من اي دوله من دول الخليج تسجلها بالرقم بتاعك اللي في بلدك، علشان بعد كده هتحتاجه لو حصل فيها مشكله واتقفل البرنامج هتحتاج رقمك، هيبعت لك عليه كود. فنصيحه برضو تنزل برنامج وتسجله برقمك، وبعد كده كمان ممكن تنزله للاهل عندك عشان يطمنوا عليك. برنامج محترم جدا وصوته وفيديو محترم جدا، برنامج جميل. طبعا من ضمن النصايح برضو ان انت تصور التذكره بتاعت السفر بتاعتك وتبعتها للمكتب او لصديقك او اي حد هيستناك في المطار، بحيث ان هو يقدر يتابع الرحله بتاعتك هتوصل امتى. لو هتسافر لمدينه معينه تبقى انت عارف الاحوال الجويه في المدينه دي عامله ازاي، لان في اوقات كتير جدا بيكون في مدينه صيف وبعض المدن التانيه بيكون الجو برد، فعلشان تعمل حسابك في اللبس اللي انت هتاخده معاك السفريه، فتبقى عارف الاحوال الجويه للمدينه اللي انت رايحها ودرجه الحراره فيها قد ايه. من ضمن النصايح برضو، لو انت مش عايز تغير العمله في المطار علشان فرق التغيير طبعا بيغيره بنسبه اقل من الصرافات في وسط المدينه، فيبقى معاك بعض العمله الصينيه، بحيث ان انت لو عايز تاخد باص او تاخد تذكره مترو او حتى تاخد تاكسي يبقى معاك عمله تقدر تتعامل بيها داخل البلد. بالنسبه لموضوع الاكل، ناس كتير جدا بقى عندها تخوف انها تاكل في الصين هنا فبتجيب اكل معاها. بالنسبه للاكل، عايز تجيب اكل هات اكل معلبات، ما تكترش في موضوع الاكل معاك، ويكون الاكل بتاعك مش ريحته قويه، لانهم دلوقتي بيعملوا كشف عن الاطعمه في المطار في الصين هنا، وممكن ياخدوا منك اكل انت مجرد تفتكر الاكل عادي جدا ما فيهوش مشكله، وتلاقيه بيقول لك لا ده ممنوع، وياخدوا منك بعض المعلبات حتى. مساله الاكل، انا عامل فيديو عن الاكل الحلال والرخيص في الصين هنا، ممكن تراجع الفيديوهات، فهيساعدك ان انت ممكن تاكل اكل رخيص وحلال ولذيذ في نفس الوقت في محلات منتشره في الصين. فان شاء الله تابعوا الفيديو تستفيدوا في موضوع الاكل ده. من ضمن النصايح اللي خاصه بتخطيطك للرحله، لازم تكون جاي هنا الصين عارف هدفك من الرحله ايه، سواء زياره او سواء تجاره. ف
فتحدد الهدف بتاعك من الرحله وتبقى عارف بالظبط انت محتاج ايه. لو انت محتاج منتج معين حاول ان انت تبعت المواصفات بتاعته للمكتب اللي انت رايح له تتعامل معاه او للشركه اللي انت رايحها رحلها بحيث ان هم يوفروا ليك العينات ويكون عندهم وقت كافي يبحثوا لك عن المنتج او يعني يلاقوا لك اكتر من مورد للمنتج بتاعك علشان تستفيد بوقتك هنا لما تيجي. من ضمن تخطيطك للرحله لازم يكون عندك جدول، هتقعد في المدينه الفلانيه قد كده، بعد كده هتسافر المدينه الثانيه، وطبعا من ضمن تخطيطك في الايام ان انت يبقى عندك حجوزات. الحجوزات دي لازم تكون مسبقه، لو انت عايز تحجز من لما توصل هنا يبقى قبل سفرك للمدينة التانية بكذا يوم، لان في بعض الاوقات مثلا زي تذاكر القطر هنا في مدن بتبقى حوالي 24 ساعة، مدن 15 ساعة، فصعب جدا تاخد كرسي وتفضل قاعد المدة دي كلها، فبتحتاج سرير. فلو بتحجز في نفس اليوم ممكن ما تلاقيش سراير، ممكن ما تلاقيش تذاكر سراير، فحاول بقدر الامكان ان انت تحجز قبلها. بالنسبة للحجز الداخلي بتاع الطيران وانت هنا في الصين، حجز الطيران ما فيهوش وزن. والحاجة التانية لو انت بتسافر طيران داخلي رحلتين ورا بعض، حاول تخلي ما بين الرحلة والتانية حوالي 5 ساعات، لان الطيران الداخلي عادة بيتأخر هنا في الصين. دلوقتي انا هتكلم على بعض النصائح اللي هي خاصة بامانك هنا في الرحلة. اول حاجة لما تنزل في فندق هنا تاخد الكارت بتاع الفندق، تاخد كارت او كارتين وتخليهم معاك في شنطتك او في جيبك بشكل مستمر، بحيث ان انت لو رحت مكان ومعرفتش ترجع تاني الفندق ممكن توقف تاكسي بسهولة جدا وتوري له الكارت بتاع الفندق. الكارت بتاع الفندق بيكون مكتوب عليه اللغة الصينية، بسهولة جدا التاكسي هيعرف انت مكانك فين وهيوصلك، فدي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده مباشرة ان انت يكون عندك حذر شديد في مسألة النصايح. ناس كتير جدا بتقابلك بعفوية سواء في الطيارة او بتقابلك في الفندق او حتى بتقابلك في السوق، اي سوق انت بتنزله هنا في الصين، وبتبدأ تنصحك نصايح عفوية. بيقول لك مثلا انت شغال في المنتج الفلاني، ليه ما تحاول تشتغل في المنتج ده، افضل واسهل ومربحه افضل. للاسف الشديد بعض النصائح بتكون مش عفويه، وبيكون وراها للاسف الشديد مغزى اخر، بيكون ان هو عايز يكسب من وراك، فبيدخلك في مجال تاني مش مجالك، وبتبتدي انت تخسر من المجال ده بدون ما تشعر. فانا نصيحتي ليك ركز في المجال بتاعك، في المنتج بتاعك اللي انت جاي هنا تشتغل عليه في الصين، وما تغيرش قرارك باليوم وليله مش مجرد ما حد يقول لك اشتغل في المجال ده فتغير خطتك تماما في اثناء الرحله. النصيحه المهمه جدا في موضوع الامن هنا ان انت ما تشيلش فلوسك في كل حته انت رايح فيها. ناس كتير جدا بتيجي هنا بيفضل معاه شنطه حاطط فيها الفلوس بتاعته ورايح جاي في كل الاماكن، وللاسف الشديد ناس كتير جدا بتنسى الشنطه بتاعتها في التاكسي او في المواصلات او في السوق، ينسى الشنطه بتاعته بيكون فيها الباسبور بيكون فيها الفلوس، وحتى لو قدر ان هو يلاقي الشنطه بتاعته فيها الباسبور بيكون الفلوس اتسرقت. فيا جماعه حاولوا تشوفوا حل في موضوع الفلوس. يعني انا بقترح عليك لو انت نازل لمكتب ثقه حاول تديله الفلوس يخليها معاه يحطها في حسابه البنكي. لو انت ليك هنا حد مقيم سواء قريبك او صديق مقرب وانت شايفه ثقه جدا شيل معاه الفلوس. او في الفندق اللي انت بتنزله، الفندق لو هو فندق محترم بيكون عامل الامان فيه عالي جدا، بيكون فيه خزنه صغيره بتبقى موجوده في الدولاب ممكن تحط لها الكود بكل سهوله وتحط فلوسك فيها بدل ما تفضل ماشي بالفلوس بتاعتك في كل مكان وتنساها لا قدر الله، وبتبقى خساره كبيره جدا. يعني بنشوف ناس كتير جدا هنا حصل معاها نفس المشكله، بيفضل يقول طب انا عامل بلاغ في الاسم طب مش عارف ايه، وفي الاخر خالص الفلوس بتاعته ما بترجعش. فتاخد بالك من النقطة دي كويس جدا. اللي هيمشي بفلوس يمشي بمصاريف على قد اليوم، مش لازم تشيل معاك الفلوس كلها في كل حتة انت رايح فيها. من ضمن نصائح الأمان إن أنت يبقى عندك حذر شديد في التعامل مع الصرافين. الصرافين الناس اللي تبقى موجودة في المناطق العربي أو حوالين الفنادق أو في الأماكن اللي بتواجد فيها أجانب بشكل عام. لو هتغير منهم فلوس يا تغير من حد معروف انت اتعاملت معاه قبل كده او المكتب يرشح لك حد تتعامل معاه. لو اضطريت تغير منهم ما يكونش مبلغ كبير، وتتاكد ان الفلوس انت تاخدها مش مزوره، وتعد الفلوس من ناحيتين، لان في ناس كتير جدا وهو بيعد لك الفلوس بيخبي فلوس في ايده هنا، فانت تيجي تعد الفلوس من ناحيه واحده فتلاقي بعد كده فلوس ناقصه. خد بالك في التعامل مع الصرافين. بالنسبه لمساله المساج يا جماعه، هنا في ناس كتير جدا وانت ماشي في الاسواق وفي الاماكن اللي موجود فيها عرب واجانب بيعرضوا عليك مساله المساج. للاسف الشديد
الاماكن دي مشبوهه يا جماعه، وفي ناس كتير جدا نعرفهم للاسف خسروا فلوسهم واتنصب عليهم اتسرقوا. فالناس تبعد عن اي حاجه فيها شبهه. ربنا ان شاء الله يبارك لكم في تجارتكم وفي وقتكم اللي انتم موجودينها في الصين، بلاش القصه دي على الاطلاق. وانت موجود في الصين هنا، في ناس بتعمل حركه عفويه جدا، بتطلع الفلوس بتاعتها سواء دولار او يوان، بيطلع الفلوس من جيبه ويبدا هيحاسب حد. يا جماعه بلاش تطلع فلوس في الشارع او في اماكن عامه عشان محدش يرصدك ويسرق فلوسك بعد كده وترجع. للاسف الشديد بنلاقي ناس نفس الكلام، بتطلع فلوس بعفويه جدا. ما تطلعش فلوس في اماكن عامه، يبقى معاك فلوس على قدر المصاريف بتاعتك اليوميه فقط علشان تتجنب موضوع السرقه. الناس اللي بتنزل فنادق في حتت بعيده ومجهوله، او رايح مدينه مثلا بعيده جدا ويحجز فندق بيدور على ارخص حاجه، وفي الطريق يحجز فندق بعيد جدا، ممكن الفندق ما يكونش ثقه، ما فيهوش عامل امان، ممكن لا قدر الله يتنصب عليك او حاجتك تتسرق من الفندق. فوانت بتبقى نازل فندق حاول تسال المكتب اللي انت نازل معاه او صديق صيني او حد مقيم هنا يرشح لك فندق كويس ومحترم. نقطه مهمه جدا، لو انت بتعمل هنا عقود ما بين شركات او مصانع ومحتاج مترجم، المترجم انا افضل ان انت تاخد المترجم عربي، والافضل ان هو يكون من نفس بلدك وجنسيتك، لان في مترجمين صينيين للاسف الشديد بيبيعوك للشركه، ما بيهتموش بتفاصيل العقد، بس بيركز ازاي ان هو يعمل من وراك عموله وازاي ان هو يطلع من وراك بفلوس غير قانونيه طبعا وبيخدعك. فانا ارشح ان انت حتى كمان ده في الشراء الشخصي، لو طالع تشتري حاجه ومعاك مترجم، الافضل المترجم ده يكون عربي او من بلدك وتكلم صيني، ده هيوفر عليك كتير جدا. لان الناس بتعمل مصالح، الحاجه بتبقى في السوق ب10 ويقول لك مثلا ب50 ب100، فانتبهوا في موضوع المترجم ده يا جماعه. حاجه مهمه جدا، وانت بتتعامل بتعمل طلبيات او بتعمل شغل هنا في الصين وبتتعامل مع مكتب، المكتب ده لازم تتاكد ان هو مكتب مرخص وموثق هنا في الصين. ما تتعاملش مع اي مكتب مجهول او مكتب مجرد ان هو مكتب ومش مرخص، فبعد كده ترجع تلاقي فيه مشكله او الشخص مش موجود او يكون خد فلوسك، وللاسف الشديد وبتحصل مع ناس كتير جدا. فدي نقطة مهمة جدا، تتأكد ان المكتب اللي انت بتتعامل معاه هو مكتب مرخص عنده رخصة ومكتب كائن في الصين هنا. حاجة مهمة برضو، انت ماشي في الاسواق تلاقي ناس صينيين قربوا منك ويبدأ يقول لك ايفون، ويطلع لك موبايل ايفون ويكون في الغالب اخر اصدار، ويقول لك ايفون ايفون، ومجرد ما تقف وتتكلم معاه هو فعلا الايفون اللي معاه ايفون جديد وايفون حقيقي، ولكن يعني هي دي ليهم اساليبهم، يعني بيعرض عليك سعر رخيص تفضل تفاصل انت بتفتكر انت هتاخد منه الايفون الحقيقي، ولكن للاسف الشديد في الاخر خالص يا بيديك ماكت يا اما بيدي لك ايفون صيني في الاخر. فخدوا بالكم ما تشتروش اي حاجه من الناس في الشارع، محدش هنا هيخسر علشانك او كده، فخدوا بالكم من الحاجه دي كويس جدا. طبعا برضو من ضمن النصايح، في ناس هتقابلها كتير جدا في الاسواق بشكل عام وامام المساجد، بتطلب منك تبرعات لبناء مسجد، ناس صينيين. الناس دي للاسف الشديد مش محل ثقه ومش ناس امن على الاطلاق، بياخدوا منك الفلوس. والمسجد ده للناس اللي بتيجي هنا الصين من 20 سنه ولا حاجه، هتقول لك ان المسجد ده لسه ما اتبناش حتى الان، يعني اصلا اقول لك ان هو الموضوع ما هو الا خديعه او بيحاولوا ياخدوا من الناس فلوس وهو مش مسجد ولا حاجه. فهتقابلهم ناس كتير جدا، فبرضو يعني مش ده المكان اللي انت تتصدق بيه فلوسك او الاخر. حاجة تانية، الناس بتنزل الأسواق وتقعد تفاصل في حاجات براندات عالمية، هو بيفتكر إن هو بيشتري حاجة أصلية وبيفاصل مع البايع، وهو كده ضحك على البايع أو خد حاجة رخيصة، وفي الآخر بيلاقي الحاجة فيها مشكلة أو فيها عيب. يا جماعة محدش هيخسر بسبب، بقولها لك المرة التانية وهفضل أقولها لكم على طول، التاجر الصيني هنا مش هيخسر عشانك، هو هيكسب. فلما يكون في حاجة سعرها عالمي أو موحد، فيبقى أنت عارف متوسط الأسعار هنا ده إيه، وتشتري من الاماكن الموثوقه. لو بتشتري حاجات براندات تشتريها من الوكيل او من الاماكن المخصصه لبيعها. فمهما انت افتكرت ان انت اخدت حاجه رخيصه وضحكت على البائع او بتكلم على الحاجات اللي سعرها رسمي، يا جماعه انت كده بتخسر مش بتكسب، لانك بتشتري حاجه وبتدفع فيها فلوس وفي الاخر الحاجات بتطلع فيها مشكله. لا، انا ادفع فيها السعر الغالي الرسمي بتاعها وما اخدش حاجه مضروبه. ولو الحاجه هنا سعرها تقريبا نفس السعر في بلدك، خدها من بلدك افضل، لان انت هتلاقي فيها دعم وهتلاقي فيها ضمان،
فلازم اللي بيشتري حاجه يبقى عارف الحاجه دي في بلده على الاقل بكام، بيبقى عارف سعرها الرسمي كام، تمام، ويشتريها من المصادر الموثوقه بتاعتها. حاجه تانية تتعلق هنا بامنك في وجودك في فتره رحلتك، ان انت تلتزم بالاشارات بتاعه المرور. للاسف الشديد بنلاقي بعض الناس ان هي بتتجاوز اشاره المرور او بينط الحاجز ما بين الشارع العمومي، بيعرض حياته للخطر، وفي نفس الوقت بيكون مظهر غير حضاري على الاطلاق. فالناس تلتزم باشارات المرور يا جماعه وبالحواجز، والناس دي بتعمل الحاجات دي هنا لحمايتك ولامنك الشخصي، فحاول ان انت تلتزم بيها. من ضمن النصايح وانت في فترة رحلتك، حاول بقدر الامكان ان انت ما تقتصرش فقط على التاكسي. لو الانجليزي بتاعك كويس، المترو في كل حاجة بالانجليزي، حاول تستخدم المترو وكمان الباص. حاول تسأل حد هنا وتستعين بالمكتب كمان اللي انت بتنزل تعمل معاه شغل، انه يعلمك ازاي تستخدم المواصلات. هتلاقي في وفرة كبيرة جدا في المصاريف، وكمان هتقدر تروح وتيجي الاسواق لوحدك. لما تنزل مكان معين او سوق معين وحابب انت ترجع له تاني، ممكن تاخد كارت من السوق دون او من المحل، هيوفر عليك في العنوان والتفاصيل، مجرد ما توريها لسواق التاكسي بعد كده ممكن تروح المكان بسهولة جدا. وانت بتعمل عقودات داخل الصين هنا، المورد يا جماعة مش هيخسر، الشركة الصينية او المصنع الصيني مش هيخسر عشانك، فلازم تكون عارف متوسط الاسعار، وما تفضلش تفاصل مع التاجر او المورد او الشركة لحد لما تلاقي السعر. لو هو مثلا بعشرة وصل لخمسة، يستحيل على الاطلاق. لو نزل نص او اقل، اعرف ان المورد او المصنع بالطبع هيقلل من الجودة عشان يكسب منك. فانت لو عايز تحافظ على الجودة، لازم الفصال يكون في حد، الحد بتاع الفصال يكون معقول، والا المورد زي ما قلت او المصنع مش هيخسر عشانك. فلازم تاخد بالك جدا وانت بتتفاوض مع المصانع هنا، ان يكون التفاوض مقبول، مش الحاجة بعشرة تبقى بخمسة او تبقى بثلاثة او تبقى باثنين. ده مهم جدا. من ضمن النصايح برضو، انت لو سمعت عن اي حاجة في الصين هنا وجيت بتتكلم مع الصينيين، فحاول ان انت ما تحرجهمش بالحاجة دي، حتى لو هي موجودة هنا، ما تبقاش تناقش في حاجات زي موضوع الاكل وبيأكلوا كذا وبيعملوا كذا، ده مش هيبقى ظريف على الاطلاق. من باب الادب والذوق العام ان انت ما تناقش حاجه زي كده او تتكلم بحاجه زي كده، ما دام الناس بتبادلك الاحترام التام. برضو ناس كتير جدا بتبدا تقول كلمات عربيه مسيئه للبياعين في المحلات، والبايع بحكم ان هو بيتعامل مع العرب بشكل دايم بيبدا يعرف ان دي كلمه مسيئه وبيبدا يحصل فيه مشاكل. فما دام الناس بتبادلك احترام وهي ما قالتش اي كلمه تسيء ليك، فانت كمان تبادلهم نفس الاحترام دون، وحاول انت ما تقولش اي كلمة مسيئة ليهم. وانت بتتكلم مع اي حد او بتهزر مع حد هنا في الصين، حاول تتجنب ايدك في الهزار على الاطلاق، ده هنا غير مقبول على الاطلاق. كمان لو انت حصل لا قدر الله معك مشكلة هنا في الصين، حاول بقدر الامكان ان انت المشكلة ما تتطورش لحد التشابك بالايدي، ده هنا مشكلة كبيرة جدا، وانت هتطلع في الاخر انت الغلط، مش هتعرف تاخد حقك على الاطلاق. بلاش تتجنب موضوع الصدام والتشابك بالايد على الاطلاق مع اي شخص صيني هنا. حاجه اخيره، وانت هنا في الصين بلاش تحسب كل حاجه بعمله بلدك، خصوصا لو انت جاي من مصر، كل حاجه بتحسبها بالجنيه بالجنيه بالجنيه. فانت جاي رحله، حاول تتمتع بيها هنا وتاكل حاجات انت بتحبها وتجرب حاجات وانت بتشتري نفس الحاجه. يعني اقصد ما تحسبش كل حاجه بعمله بلدك، خلاص انت بتنزل في فندق غالي وكمان جاي بتذكرة طيران بمبلغ وقدره، فالتوفير اللي انت هتوفره في الفصال ما بين اليوان او الاثنين يوان مش اللي هيعمل معاك فرق كبير جدا في الرحلة. فحاول ان انت تتمتع بوقتك وتاكل الحاجات اللي انت بتحبها وتجربها، وفي البيع والشراء يبقى الموضوع بالنسبة لك بسيط. يعني اليوان او الاثنين يوان اللي انت بتفصل فيهم مش هيوفروا معاك كتير في الرحلة، لان دي برضو نصيحة الواحد حابب ان هو يشاركه بيها، علشان تبقى الرحله بتاعتك سلسه، ما تحسبهاش خالص بالعمله بتاعت بلدك. فان شاء الله دي ملخص النصايح، اتمنى انها تكون افادتكم، وان شاء الله لو احتجتوا اي حاجه تشرفونا في المكتب ان شاء الله في شركتنا هنا، شركه جلوبال اوفرسيز جروب. ان شاء الله اي حاجه محتاجها باذن الله اعتبروا مكانك ومطرحك، وان شاء الله تكون رحله سعيده وان شاء الله تجاره رابحه باذن الله. وشكرا لكم على المتابعة وعلى مشاهدة الفيديو، وبعتذر لو كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.